النشرة المحلية من قناة الحياة الجزائرية، أهلا بكم. قام اليوم طلبة الجامعات وبعض الأساتذة التعليم العالي في ولاية سيدي بلعباس بمسيرة سلمية انطلقت من الجامعات لتجوب شوارع المدينة حتى ساحة أول نوفمبر صحيح عاشوراء. اليوم رانا مجتمعين، اجتمعنا كل الطلبة لقيام بمسيرة سلمية ضد القرار هذا لتأجيل الانتخابات لفترة غير محدودة. دونك ليزيتيدون كاع حنا رانا كونتر هذا القرار. يعني بعد القرار البارح اللي وصل يعني لمسامع جميع الجزائريين، وهو يعني تمديد ان صح التعبير تمديد للعهده الرابعه الى اجل غير مسمى، الطلبه وك يعني كطبقه مثقفه شافوا باللي يعني هذا القرار ما يخدمناش كاع. في ذات السياق، خرج صباح اليوم مئات المواطنين بالبويره في مسيره سلميه تعبيرا عن رفضهم لقرارات الرئاسيه الراميه لتاجيل الانتخاب وتعيين بدوي وزيرا اول. وكان قد سبق مسيرة المواطنين مسيرة سلمية لموظفي العدالة انطلاقا من المجلس القضاء وصولا إلى المحكمة الإدارية، فيما خرج أيضا موظفو صنع الغاز في مسيرة أخرى دعما لمسيرة المواطنين. محمد فرقاني. قول لي علاش خرجتوا اليوم؟ خرجنا اليوم في احنا نكملوا في المسيرة تاعنا، المسيرة السلمية اللي بدناها في 22 فبراير، والمسيرة هي متكاملة متواصلة، لأنه البيان تاع الرئاسة راه يستغبى يا محاولة استغباء ولا استحمار للشعب الجزائري اللي خرج في 22 فبراير و1 مارس و8 مارس، ورانا خارجين ان شاء الله في 15 مارس باش في مليونيه باش نقولوا لهذا البيان تاع رئيس الجمهوريه باللي احنا هذا البيان ما يخدمش المطالب تاع الشعب الجزائري، ونقولوا للجيش احنا الشعب معاكم، انتم لو كان تنحيوا كاسكيطه تدخلوا به الشعب ما يعقلوكمش، صافي انتم الشعب احنا خاوه لازم نديروا اليد في اليد. إلى وهران الآن، حيث تمكنت الكتيبة الإقليمية لواد ليلات بتوقيف أفراد شبكة دولية تختص في تزوير العملة الوطنية، وتم حجز 1.3 مليار سنتيم. وتمكنت أيضا أفراد الدرك الوطني بسيدي الشحمي توقيف 3 أشخاص واسترجاع 10 كيلوغرامات من الكيف المعالج وأقراص مهلوسة. تغطية لجلال بحجر. مكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوتليلات وبالتنسيق مع فرقة طفراوي من تفكيك شبكة وطنية مختصة في تزوير وترويج العملة الوطنية تنشط عبر التراب الوطني. التحقيق المعمق في القضية أفضى إلى توقيف شخصين متورطين في هذه القضية مع حجز مبلغ معتبر من المال مزور قدر بمليار و30 مليون سنتيم من فئة 2000 دينار جزائري، وحجز جميع العتاد المستعمل في هذه العملية. كما تم في نفس السياق تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيد الشحمي وبالتنسيق مع فرقة النجمة من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في نقل وترويج المخدرات. هذه الشبكة متكونة من 3 أشخاص مع حجز 10 كيلوغرام من الكيف المعالج و40 قرص مهلوس، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وسيارة سياحية كانت تستعمل في نقل هذه السموم. طالب سكان بلدية عين الحجر بولاية البويرة بالإفراج عن قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي والتي طال انتظارها حسب المتحدثين لقناة الحياة. التصريحات في ميكروفون محمد فرقاني. كل يوم يتمسخروا بنا من العيد ويقولنا تعلق القائمة تاع 99، ودائما يقولنا يوميا أنا دائما راهم يجوها ويطالبوا السكنة باش تعلق القائمة في عين الحجر، في بلدية عين الحجر باش تعلق القائمة. نفرجوا على القائمة، الوالي لحد الساعة المرة اللي فاتت جالينا في جونفي قال لك ودي نفرج القائمة، ولكن لحد الساعة مازال ما فرجوش القائمة، رانا نطالبوا بإفراج على القائمة بلدية عين الحجر. السكنة جاهزة جاهزة والقائمة جاهزة، راهم يقولوا لنا جاهزة، مازال باش يفرجونا على القائمة فقط. رانا في أزمة كبيرة، فوضاوي مطر الحنوشة كلش، كل طوانب. أنا بنتي راه في عمرها 8 سنين وليت نحشم باش نبدلها قدامها. خلاص رانا نعانوا. أطلقت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس بالتنسيق مع الجمعية الوطنية للوقاية من حوادث المرور حملة تحسيسية توعوية وطنية لفائدة سائقي شاحنات ذات الوزن الثقيل من أجل التحسيس بمخاطر الطرقات. صحيح عاشوراء. إذن مواصلة للعمل التحسيسي التوعوي الذي تقوم به المديرية العامة للأمن الوطني على مدار السنة، قدمنا ونقدم من خلالها نصائح وإرشادات لأصحاب الشاحنات ذات الوزن الثقيل
تقتضي بضرورة التقيد بقواعد السلامة المرورية وعدم الإفراط في السرعة، بالإضافة إلى نصائح وإرشادات أخرى على غرار ضرورة التقيد بأحكام تأمين الحمولة واحترام الارتفاع المحدد لسير هذه الشاحنات. في فاجعة أليمة عاشها سكان مدينة قسنطينة، كان ضحيتها الطفل أنيس الذي تعرض إلى تعنيف جسدي ونفسي من قبل أفراد عائلته، مما أدخل الطفل في حالة نفسية وجسدية جد صعبة ليكون رقما يضاف إلى ضحايا العنف الأسري. أدم بفغالة. عندما تتحول المشاكل العائلية إلى قصص مأساوية، راح ضحيتها الطفل أنيس ذو 12 سنة الذي تعرض إلى أقصى أنواع العذاب النفسي والجسدي من قبل أشقائه الغير حقيقيين. إذن عيط وأنيس، أنيس نهبط، كي هبطت ما هدرنا معي وهزيت راسي خبطوني في الحيط، كي طلعوني باقيني يضربوا فيا بيديهم. كي وصلت الرابعة الصباح دخلوني الكوزينة، قفلوا الباب وبداو يعذبوا فيا بالتريسيتي والنار، يسخن الموس ويدلك صدمة نفسية لم تقتصر على أنيس فقط، بل على كل العائلة التي دخلت في حالة نفسية جد حرجة. أقول لك والله تغشيت، وأنا مريضة بقلبي طحت مرتين طيح، لليوم أنا مريضة مش قادرة نتكلم، والله الماكلة لك عندي قدام يوم هبطت لي منها. مادام في روحاني معاهم، وإلا كان مت عندهم ربي وعندهم أخوالهم عندهم خالاتهم عندهم، وما يروحوش لهذوك العباد اللي يكوي بالنار. نحبوا نشوفوا قلنا المحلى، احنا قلنا نحبوا نشوفوا حي ولا ميت، كي حراح الرب بالكلاب وبالبياري ومنه بالسلاح بالداخل اللي هي ها كي خرجوه عيطوا، كي شافوه في حاله في حاله كيما نقولوا حاله جات لي بومبي، عيطوا الحمايه، كي جات الحمايه طلعوا للسبيطار، زادوا طلعونا احنا، هذا طلع معاه للسبيطار، احنا طلعوا يجيبونا. عائلة الطفل أنيس ها هم اليوم يطالبون بمعاقبة الجنة وتحقيق العدالة واسترجاع حق ابنهم الذي سرقت منه الابتسامة. وضعية أقل ما نقول عنها أنها مزرية، تلك هي التي تعيشها أرملة رفقة أبنائها بقرية ولاد سيدي عمارة التابعة لبلدية سيدي مبارك بولاية برج بوعريريج. مراسلة لفاروق بن شريف. وضعية أقل ما نقول عنها أنها مزرية، تلك التي تعيشها أرملة رفقة أبنائها بقرية ولاد سيدي عمر التابعة لبلدية سيدي مبارك ببرج بوعريريج، حيث يفتقدون لأدنى ضروريات العيش الكريم. رانا في منزل الأرملة، أرملة بالعربي يوسف، متواجد بقرية ولاد سيدي عمر. هي أرملة معدومة الدخل ولديها 5 أولاد، 4 بنات وطفل، كلهم قصر، يعني هي معوزة لدرجة كبيرة جدا. معيلهم الوحيد الذي كان يصرف على البيت توفي بمرض السرطان، ليترك وراءه 4 بنات وولد لا يقدرون على توفير لقمة عيش لوالدتهم. كان زوجها حي الله يرحمه، كان هو اللي قايم بيهم وكذا، على الأقل يجيب لهم لقمة العيش، ومن بعد قدر عليها ربي مرض ما طولش، مسكين كان حاكمه كونسير توفى الله يرحمه، دوك ما عندها حتى واحد قايم بها. نداء هذه العائلة إلى ذوي القلوب الرحيمة لمساعدتهم على بناء منزل يأويهم من برد الشتاء وحرارة الصيف. نطلب من السلطات، يعني السلطات المحلية على رأسهم رئيس من الشعب البلدي وعلى رأسهم والي الولاية السيد بكوش، باش يمدوا لها يد المساعدة. ثانيا نطلب المساعدة من أهل الخير تاع البلد، بلدية سيدي مبارك، رجال المال إن شاء الله والأعمال المقاولين. أفراد العائلة عجزوا عن الحديث أمام الكاميرا، ولكن أملهم كبير في الشعب الجزائري أن لا يعجز عن مساعدتهم. صحيا، نظمت المؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف بالبيض أياما دراسية طبية جراحية في طبعتها الثالثة بمشاركة العديد من الأساتذة والدكاترة في طب والأطباء أخصائيين من عدة ولايات. المزيد في ميكروفون مصطفى مسعدي. يجب أساتذة من العاصمة، من وهران، من ورقلة، وحتى يتسنى الأطباء المحليين لأخذ الخبرات الجديدة، وكذلك نوع المحاضرات هي نوع قيم بحول الله،
وهذا كل شيء داخل في إطار التكوين المتواصل على الأطباء المحليين لولايه البعيد. الأهداف من هذه الأيام الجراحية كما تعرفوا لأن كل عام ننظموا هذه الأيام، هذه السنة كانت أيام ثالثة تهدف إلى خاصة فيما يخص التكوين المستمر. كما تعرفوا بلي ولاية البيض تقع في كل الهضاب العليا ونعرف نقص في عديد التخصصات الطبية، لذلك ارتئينا لتعويض هذا النقص أننا نكون أطباء محليين. حذرت مصالح الأرصاد الجوية اليوم في بيان لها من استمرار هبوب رياح قوية على الولايات الجنوبية للوطن منها إليزي وتمنراست، إذ تتجاوز سرعتها 50 كيلومتر في الساعة، إضافة إلى تشكل زوابع رملية تؤدي إلى رداءة في الرؤية. كما أضاف ذات البيان أن صلاحية النشرة ستستمر إلى غاية 6 من مساء اليوم. ختام النشرة المحلية، دمتم أوفياء لبرامجنا، السلام عليكم.